مشاهدينا الكرام، منظمة الشفافية العالمية ترانسبرنسي انترناشونال تصنف موريتانيا في ذيل قائمة الدول الأقل شفافية خلال العام 2018، كما وصفها التقرير في المرتبة قبل أو وضعها التقرير في المرتبة قبل الأخيرة عالميا بعد ليبيا، حيث لم يمنح تقرير منظمة الشفافية العالمية موريتانيا أكثر من 28 نقطة من أصل 100، واعتبرها مساوية في ترتيب الدول أو متساوية في ترتيب الدول التي تعيش حروبا أهلية وتضعف فيها السلطة والنظام. الحكومة الموريتانية تقول إنها استرجعت الكثير من الأموال المنهوبة لنجاعة سياستها الصارمة لمكافحة الفساد، كما سبق للحكومة أن نظمت أول تظاهرة يشارك فيها وزراء بالحكومة لمحاربة الفساد. الرئيس الموريتاني المنصرف أعلن في أكثر من خرجة إعلامية منذ تسلمه السلطة أن محاربة الفساد خط لا رشعة فيه، واعتبر أن الأرقام التي يقدمها والتي تظهر الفرق بين الميزانية سابقا والميزانية الحالية أكبر دليل على حرب الفساد. الأسبوع الماضي استدعت شرطة الجرائم الاقتصادية شخصيات لها تاريخها وموقعها في النظام الحالي للمساءلة، مساءلة في نهاية المأمورية الثانية والأخيرة للرئيس محمد ول عبد العزيز. فهل يعني ذلك أن النظام الحالي حارب الفساد حتى في الأيام القليلة قبل رحيله؟ المعارضة الموريتانية تقول أن النظام الحالي تجاوز الفساد الاقتصادي إلى الفساد السياسي والأخلاقي، بينما يرى نشطاء أن الفساد في العشرية الأخيرة يعادل الفساد في كل الأنظمة السابقة. فهل انتصر النظام على الفساد أم أنه كان جزءا منه؟ وهل هناك فساد أصلا في تسيير الشأن العام بموريتانيا أم هي هفوات ضعف وقصور السياسات المتبعة وتراكمات الأنظمة السابقة؟ مرحبا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في هذه الحلقة من برنامج السياقات والتي نناقش فيها حصيلة الحرب على الفساد. معي لنناقشة هذا الموضوع الدكتور صدفي سخاوي أستاذ جامعي، أهلا وسهلا بك، وكذلك الدكتور ديدي والسالك رئيس المركز المغاربي للدراسات الاستراتيجية، أهلا وسهلا بك، وكذلك محمد لمين سيدي مولود نائب برلماني، أهلا وسهلا بك، شكرا لكم على قبول الدعوة والحضور معنا. ولو سمحتموا لي أن أبدأ مع الدكتور صدفي السخاوي، مؤخرا تم استدعاء شخصيات لها حضورها وتاريخها في مع هذا النظام الحالي، برأيك كيف تفسر هذه الاستدعاءات الأخيرة؟ شكرا على الاستضافة. في تصحيح شوي فيما يتعلق بالتقديم، موريتانيا جاءت في المرتبة 144 في تقرير المنظمة العالمية للشبابية من أصل 180 دولة تم تصنيفها في، والتقرير صدر 2018 لكن هو للعام 2017. هذا عنصر أول. أما فيما يتعلق باستدعاء الشخصيات الأخيرة فموضوعها لم ينكشف بعد، لكن أعتقد أن هذه السلطة القائمة منذ المأمورية الأولى في العام 2009 أعلنت على الأقل قدمت هذا الشعار عن محاربة الفساد، وأنا أحب استخدام كلمة محاربة بدلا من حرب، يعني الحرب عادة ما يكون بها منتصر ومهزوم، فالحرب على الأقل محاربة ومكافحة مكافحة الفساد بدلا من الحرب عليه. وأعتقد أن على الأقل هذا الخطاب ظل حاضرا خلال هذه الفترة، وقد يختلف المتابعون والمحللون كما تفضلتم سواء في طرف المعارضة أو في طرف النظام في تقييمه. أعيد لأشرح أن مؤشر الشفافية العالمية أساسا يتم على أساس استبيانات تقوم بها هذه الهيئة على مستوى رجال الأعمال والجامعيين والمحللين الاقتصاديين الماليين، بكيف ينظرون وكيف يرون مدى الشفافية ومدى غياب الفساد وحضوره في نظام معين. طيب بالنسبة للاستدعاءات لا تفسير لك لديه لا عنها، هي ليست هي لا تدخل في محاربة الفساد حسب العبارة التي تفضلها؟ لا أعتقد أن هذا المسار بدأ منذ 2009
أعتقد أن المتابعة هي على الأقل تنسجم مع الخط نفسه الذي كانت فيه، بغض النظر عن ما يحدث الآن، عن التفسيرات المتعلقة بالأشخاص الذين تم استدعائهم. طيب دكتور ديدي، برأيك هل تدخل استدعاءات الأخيرة من طرف شرطة مكافحة الجرائم أو شرطة الجرائم الاقتصادية في إطار مكافحة الفساد أو محاربة الفساد أو الحرب على الفساد التي تبناها النظام الحالي؟ اسمح لي أن في البداية أن نتضامن مع قناة المرابطون على اعتقال الصحفي الوديعة، وأن نتضامن مع شخصه وأسرته على الاختطاف الحاصل لشخصه الكريم، وأدين هذا التصرف بأن يدخلنا مراحل كنا تصورنا أننا غادرناها، هي مرحلة تكميم الأفواه واختطاف الشخصيات العامة سواء صحفيين أو سياسيين، وبالتالي أدين بكل معنى بكل كلمة وبكل كامل هذا الاختطاف، وأرجو أن يطلق سراح أستاذ الوديعة وأن يعود إلى بيته وإلى ذويه وإلى أبنائه وأسرته. تقول الحكمة أن لسنة العقلاء مصانة على العبث، والحديث عن مكافحة الفساد أو محاربة الفساد لا أهمية لا مشاحة في المصطلحات هي أكبر سخرية ربما في هذا العصر، لأن موريتانيا ما حصل فيها ليس فساد خلال العشرية الأخيرة، موريتانيا ما حصل فيها هو نهب وتدمير آثاره ستستمر في العقود القادمة للأسف العميق، وستحصدها الأجيال. والسؤال المطروح اليوم كيف تخرج من هذه المحنة، لأنه عادة البلدان عندما تشهد حروب يتم التدمير في البناء في الجانب المادي، لكن ما حصل من فساد ونهب هو تدمير للقيم، تدمير لنفسية الإنسان، هو بث لليأس. هو برأيك يعادل الحرب الأهلية؟ لا هو أقوى من الحرب الأهلية، لأن هذه الحروب عادة تكون فيها الخسائر بشرية وتكون مادية، لكن أكبر فيها الجانب المادي. لكن ما تم في موريتانيا هو يعادل كل يوم قصف بهيروشيما بالقنابل، لكنه ليس فقط في الجانب المادي نهب الأموال، وإنما هو تدمير للقيم وتدمير لنفسية الإنسان وتفكيك للنسيج الاجتماعي لشدة الحرماني والإقصائي. أن يرى مجتمع ذل من الأشخاص لا تصل إلى 100 شخص تنهب كل ممتلكاته، تؤسس بها بنوك وشرائك وتمتلك عقارات، ونبدأ نعطي المواطن المشاهد الكريم احتراما له ببداية تنمية الفساد في موريتانيا مع العشرية الأخيرة. لكن أيضا سنأتي على ذلك. خلينا نبدأ لك بهذه النقطة المهمة. لكن حول سؤالي، هذه الاستدعاءات الأخيرة ليست برأيك سنأتي عليها، وإثبات أن هذا النظام فعلا يحارب الفساد حتى في نهاية سنأتي عليها، وهي سابقة في لكن تاريخ الأنظمة في موريتانيا. لكي أحترم مهنتي كأستاذ جامعي أبدأ من النقطة الأولى. أين انطلق النظام الحالي مع 2009؟ بدأ بمشروعين أذكر بهم المشاهد ربما نسيهما، هما القضاء على القزرات في الحي الساكن والمقاعد مقاعد المدارس. وأقول للمواطن اليوم أين النتيجة؟ في وقتها رصدت الأموال في الإعلام أو نظريا للقضاء على القزرات على الأحياء العشوائية في نواكشوط، ورصدت الأموال وحضر رئيس وزير التعليم والأمناء العامون ورئيس الوزراء لتأذيث كل مدارس موريتانية. أعطيه بالأرقام اليوم في الأحياء الشعبية في تقسيمها اليوم 8000 نزاع، إذا أضفت عليها ملف الشيخ الرضا العقاري 8900 أسرة، ضيف فعلا 8000 نزاع اليوم موجود. لماذا هذه سبب النزاعات؟ أن هذه الأراضي ما هو مفيد منها تم اغتناؤه لأشخاص معينين في دوائر السلطة، ويعطى للفقراء إما أنهم يرحلوا لأحياء شعبية لا ماء فيها ولا مرعى، ويبقى أبنائهم بدون مدارس بدون حياة، لا يمكن أن يصلوا إلى المدينة لا يمكن. والمدارس اليوم 50%، وهذا تقرير صادر هذا العام، 50% من أبناء موريتانيا جالسين على العرض بدون مقاعد. إذن أبدأ مرورا هذا التدمير، هذا النهب المنظم مر بتفليس المؤسسات. لنير أهم شركة في تاريخ موريتانيا هي سونوماكس، تم تفليسه إلى اليوم لم يفتح الملف. تم تفليس أهم شركة في صيانة الطرق وبنائها لنير، تم تفليس. طيب سنأتي على كل هذه الاتهامات اليوم. سنأتي على كل هذه الاتهامات، لكن برأيك هذه الاستدعاءات الأخيرة لا تدخل في مسار النظام نحو محاربة الفساد؟ لنير تفليسها ليس شائعة، وقع تم تفليس قلقها،
وسونواكس تم قلقها والنفاذ الشامل تم قلقها. انير تم دمجها مع أتفل. لا 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 هذه مؤسسه هي لاعب هذه لاعب 21 مشروع 21 مشروع تم تدشينها ورصدت لاكثريتها اموال تم نهبها ولم يتحقق منها شيء. اعيد استدعاء الاشخاص في الايام الاخيره. استدعاء الاشخاص في الايام الاخيره ليس الا مسرحيه الهاء وارباك الساحه لكي النظام الجديد لا يجد الوقت ولا النفس في ترك الساحه تطبع بشكل عادي. هو هدف النظام كل محاولات مظاهرات محاولات العنف جلب الجيش للشوارع في نواكشوط اعتقال اشخاص او التحقيق مع اشخاص بسبب ملفات كل هذا هدفه ارباك الساحه السياسيه وعدم تركها ان نذهب الى التطبيع. طيب وان ياتي الرئيس الجديد المنتخب يقسم بظروف عاديه ويستلم الملفات هاي الملفات الكارثيه على الاقل تقدير يستلمها بظروف عاديه. وصلت الفكره اعتذر عن المقاطعه سيد الكريم ساعود اليك بالموضوع لكن اسمح لي ان انتقل للنائب محمد لمين سيد مولود. محمد لمين استدعاءات اخيره الاولى في تاريخ الانظمه في موريتانيا. النظام الحالي في نهايه مأموريته الثانيه والاخيره يستدعي شخصيات طالما تم الحديث بأنها قدمت له خدمات كبيرة أو خدمت هذا النظام بشتى الطرق. برأيك لا يعتبر أن هذا دليل واضح بأن النظام ما زال يحمل نفس الشعار ونفس المسار الذي حمله من البداية نحو محاربة الفساد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا جزيلا. أبدأ بالتضامن مع قناتكم الموقرة ومع الأستاذ أحمد الوديعة وضحايا التكميم والقمع في هذه الأيام الأخيرة اللي اختطفوا من ديارهم ولا يعرفوا حتى محامينهم وأهلهم ما يعرفوا منين ومعمر لضحايا قطع الإنترنت مع عند أي رجاج خسر له حجز فما فوق من مصالح الكبيرة اللي عشنا حالة استثنائية مع كامل الأسف فترة كنا شاكين عندنا فترة انتقال السلمية على السلطة والديمقراطية. بالنسبة للسؤال نختار نقول عن فلسطين استدعاء الأشخاص عنه خلقت فيه حادثة تنسف اللي ينقال له محاربة شعار محاربة الفساد خلال 10 سنوات. مثلا الأستاذ محمد المحام وزير ناطق باسم الحكومة رئيس سابق لمحكمة العدل السامية رئيس سابق للحزب الحاكم رئيس أو قائد رمزي للمجموعة البرلمانية المؤيدة للانقلاب معناها شخص محوري جدا في النظام ومع ذلك ما قنعوا عن ملف دكتور أخيرة عنه ملف سليم قانونيا ولا عنه ملف مسؤول فقدم استقالته. معناها حتى ركائز النظام الكبيرة أدركت في آخر لحظة أن هذا الشعار شعار استهلاكي شعار باطل شعار زبوني وشعار مزدوج. وخليني أعطيك هون صورة وأمثلة. طيب لكن استعرضت بالوزير السابق. شوف هي محاربة فساد وعموما كي قاع عمل حكومي وضع عمل سلطوي والله غيره من شقين شق نظري قانوني وشق تطبيقي عملي. الشق النظري شنو؟ من دري كان هذا النظام يحترم المساطر القانونيه الانظمه ارت انواع والله اربعه في التعاطي مع القوانين. الانظمه تحترم راسها وتحترم شعوبها معناها تاخذ بالقانون شكلا ومضمونا. انظمه تتحايل على شعوبها في نوع من احترامها لذاتها واحتقارها لشعوبها معناها تاخذ بالجانب الشكلي من القانون ولكن تهمل المضمون. أما أنظمة تحتقر نفسها وتحتقر شعبها فلا تأخذ حتى الجانب الشكلي من القانون مع كامل الأسف هي نوع النظام المنصرف اللي عندنا الآن. مثلا القوانين أمها الدستور وأكبر حد قد يعدل مخالفة في موريتانيا كبار المسؤولين الرئيس والوزراء والمحكمة المسؤولة عنهم نظريا محكمة العدل السامي. هذه المحكمة برر بها عبد العزيز في تعطيلها انقلابه على سيدي الشيخ عبد الله 2009. هذه المحكمة من 2014 وهي معطلة إلى الآن بس من حال الحاكم والوزراء والرئيس اللي عاد مفسدين واحنا معطلين المحكمه اللي ناص الدستور الموريتاني في الماده 93 على تكوينها واللي برر بها الراجل انقلابه على الراجل الاخر. معناها انت عطيت الدستور اما القوانين ارجع لها القضاء يعطوك ترى سنه تفوق 300 قانون معطله بما فيها قانون القضاء الراس وتشكيل القضاء الراس بين الجالسي والواقفي اللي ناص عليها الدستور الموريتاني ملي. معناها الجانب النظري منسوف من الفه الى يائه اما الجانب التطبيقي الصا اكثر صبعك. شوف تم تعيين رجال سرقوا في وضح النهار واعترفوا عنهم سرقوا واحدين منهم ردوا شيء من ذا اللي سرقوا وشي ما ردوا. طيب عادوا هذه الاموال ولم يثبت عليهم ربما حنين كمل لك استاذ ممن استاذ كمل لك استاذ كمل لك لم يثبت عليهم حنين كمل لك انا بعد قاع عيني على واحدين اعترفوا عنهم سرقوا وردوا للمفتشيه وتباهى النظام عنه استرجع منهم شيء من الاموال خارج شيء ما ردوا ومع ذلك تم لهم التجديد
واحدين منهم عينوا في مناصب اكبر هي من المناصب اللي كانوا فيها. يا اخي خارقه وقاحه فوق ان يجيك واحد يقول لك انا سرقت ويرد لك شيء من المال، والله قاعد رده كامل، راي فهم عقوبه قانونيه اخرى ما طبقت عليه، تقبل تعينه في منصب اكبر من منصبي وتدعي انك تحارب الفساد، باي منطق هذا؟ هاي المساله الاولى. المساله الثانيه، فيه ملفات تحقيق تم ايقافه باوامر عليا في شيء من عند شخص الرئيس الراسو، كيف ملف التحقيق في سوني ماكس خاصه مع رجل الاعمال المحتال السعودي هون اللي جابوه مقربين من مولى عبد العزيز شخصيا، ووقف هو الراسو التحقيق معاه بعد منين اداره المؤسسه عدلت نوت للمحامي بالتحقيق في هذا الملف، امر مولى عبد العزيز شخصيا عن هذا الملف يوقف. فيه ملفات اخرى تم التحقيق فيها ما فات قاع خاطر العلن، فيها شيء يتعلق بالبنك المركزي، فيها شيء يتعلق بالحرس رواتب الحرس الوطني مع كامل الاسف، فيها شيء يتعلق بانير اللي فلست لمده تنهب 235 شركه وهميه ما يجد حد عنده مشهر يجبر منها 20 شركه، وعندي ملف فيها وطارح فيها مسائله في البرلمان. معناها الجانب العملي اللي انت قاعد منه تعيين مفسدين واعاده تدويرهم اللي اعترفوا عنهم وضح النهار اختلسوا، وتقلع منه نهب الشركات اللي الناس اللي متهمه فيها واعترفت محاضر الشرطه عنها نهبت ما محبوس منها رجال، سوني ماكس محكوم بفلوس فيها، واللي بوي بكر واحد ومسؤول فروسه متهم بمحاضر تحقق ب 40 مليون، الرجال اللي اتهمت ب 600 مليون وبذ من 100 مليون وفضيحه ريزانجري ما فيها واحد فوت نهار واحد نقر الحبس. هذه عندك انه مدة طيب حرب الفساد. طيب على هذه المشاريع، كان سؤالي تحديدا حول هذه الاستدعاءات التي اعتبرها البعض في نهايه الماموريه الثانيه لهذا النظام بانه مسعى حقيقي نحو محاربه الفساد لكي يخرج هذا النظام وقد حقق لموريتانيا ما لم يحققه نظاما قبله، هكذا يقول مناصر النظام. حتى ادركه الغرق قال امنت. هذا انا قد عصيت. معناها 10 سنوات شي ماشي فيها ليجي في 28 يوم من حكومة تصريف أعمال. هذا عندك عنه مقنع. طيب أنا أعطيتك نموذج بسيط من راجل محوري، هو الراس. لو كانوا ركائز النظام جاد عليهم عن النظام يحارب الفساد، لماذا استقال الناطق بس من حكومة رئيس الحزب الحاكم سابقا، رئيس محكمة العدل السامية، قائد الكتيبة البرلمانية المؤيدة للانقلاب؟ طيب هذا الشخص وصلت الفكرة. وصلت الفكرة سيد الكريم، اعذرني على المقاطعة لكي اعذرني سيد الكريم على المقاطعة لكي يكون هناك تساوي في الوقت. الدكتور الصدفي، استمعت إلى ما تفضل به ضيفي الكريمين، وبالإضافة إلى ما تقرير الشفافية الدولية والذي أخذت عليه ملاحظات في المقدمة وترتيب بريطانيا باعتبارها تساوي دولة تواجه حرب أهلية، كيف تعلق؟ شكرا. في البداية الله نوضح على أن دخولي هون للسجون ما اكتشكل ان فيها اطراف عندها مثلا انها مواقف لا يناقشوا انطلاقا من مواقف والله من تخندقات معينه. لو ظاهر الاعلان لو كانت تصل ان السلطه والنظام القائم والاقل الحكومه الموجوده لا يتندف حد يدافع عنها تعود ما تدب تنيان. بالتالي انا حضرت بصفتي فقط استاذ جامعي، وبالتالي ما عندي اي صفه اخرى ولا عندي موقف محدد ضد او مع، غير الظاهر الإعلان من أجل موريتانيا ومن أجل بنائها، وخاصة في الظرف اللي إحنا متفائلين فيه على إنه مرحلة انتقالية، ظاهر الإعلان طرفية حتى ونفي اللي يعدل مشي صالح والله اللي يعدل مشي خاسر مولي إنه قد تعود ما تخدم الظرف. وبالتالي ظاهر الإعلان أحترم الزملاء والضيوف آرائهم اللي قالوا هي غير ظاهر لي أنا على إن الظرف الحالي أعلن الدعود أكثر إيجابية لموريتانيا، أعلن ما ينظلوا مواصلوا في نفس النسق الانتقادات الحادة ونفي أموال ناس. ونفي أي شيء يا أستاذ الكريم دكتور، هذه أموال ناس، هذه مستحقات، هم يتحدثون عن مشاريع ملك للشعب الموريتاني، يتهمون النظام بأنه أفسدها. الدكتور يقول لك نهب، هذا ليس فساد، هذا نهب، نهب مدروس، نهب ممنهج. شكرا. يتحدث لهم الحق، البرلمان يتحدث عن جملة من النقاط. كيف بهذه البساطة يمكن أن تدعو ضيفي أن يتحدث عن أموال الشعب بهذه الطريقة ولا ينتقد نقدا حادا؟ هم ما يتكلمون عنه ليس ملكا لهم هم فقط، هو ملك للشعب الموريتاني. تفضل. شكرا. اعذرني على المقاطعة. أنا أعذرك وأعذرهم أيضا، لكن أنا أعتقد أنه في هذه المرحلة بالذات هي السلطة نرجو أن تواصل مسارها من تخرج إلى 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 الحلقة الموالية في سيرتها، وموريتانيا تتهيأ لظروف أخرى. أعتقد أنه من الأفضل أن نؤسس على أن كل الأنظمة لها أخطاء ولها نواقص، لكن أيضا ربما لها إيجابيات. على الأقل ما وقع خلال
ما يسمى محاربة الفساد على الأقل فيه إيجابيتين. إيجابية الأولى أنه وضع خطاب محاربة الفساد، وإن كان ربما لم يحاربه كما ينبغي، ولكن على الأقل وضع هذا الخطاب على الواجهة. والعنصر الثاني أنه استطاع أن يعيد بعضا من ممتلكات هذا البلد التي تم نهبها. ربما يجادل البعض ويقول بأنه أعيد البعض ونهب أكثر، لكن أنا ما أعرفه على الأقل هو أن هذه هذا المسار استطاع أن يضع فكرة محاربة الفساد على الواجهة، وأن يدعو أيضا أو يعيد بعض هذه الأموال التي تم نهبها، قد لا تكون بنفس الطريقة، وقد يكون يعاب على 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 هذا المسار أنه لم يكن دائما متواصل، هناك حلقات وهناك مراحل، هناك مراحل يتم فيها فتح هذه الملفات، وهناك بعض المراحل نكاد نرى أنها تخبط تلك المتابعة. على كل حال، أنا رأيي بكل بساطة هو أن الحالة الموريتانية اليوم تحتاج إلى من يؤسس إيجابيا، معناها أن نبدأ نفكر بأن هذه السلطة القائمة قدمت شيء وأنها قصرت في أشياء، وبالتالي لا نظل على نفس الوتيرة، لم يكن هناك أي شيء ولم نحقق أي شيء، قدمت أشياء وقصرت في أشياء دون أن نفكك هذا التقصير وما قدمته ونؤسس عليه للمرحلة. شكرا جزيلا. التفكيك مفيد، لكن التفكيك في الكيانات في رأيي التي لم يكتمل بناؤها حتى الآن كالكيان الموريتاني، إذا حاولت أن تثبت المسؤوليات على كل الأطراف، أن يحاول كل طرف أن يثبت مسؤولية غيره فيما حدث، فقد تؤول من الأمور إلى مسائل أخرى. نحن كيان ضعيف، لم نعرف الدولة المركزية خلال فتراتنا الماضية، نحن لسنا كباقي بعض الدول التي عرفت الدولة المركزية ولها تقاليد راسخة ولها منظمات وهيئات، نحن كيان شيئا ما كما يقول بريدلي ولد مشوها، وبالتالي هذا التشوه ربما يكون يلاحقنا دائما، وبالتالي علينا في رأيي أن نحاول أن نعالج وأن نتقدم، لكن بخطى تضع في الحسبان أننا لدينا تلك الإعاقة. طيب، بالتالي أن لا نكون كليين لا شيء، الكل أو لا شيء، لا نكون عدميين ولا نكون مع أن نتحدث عن الطرف الآخر بمستوى عالي من المشاملة إلى غيره. دكتور، بواقعية، لو لم يأخذ هذا النظام أو يتبنى هذا النظام استراتيجية واضحة لمحاربة الفساد، برأيك ألم يكن مستقبل البلد سيكون بائسا وغير على ما هو عليه حاليا اليوم في هذا المستوى الذي لدينا حكومة تتحدث عن أرقام في التنمية، وهناك إحصائيات تشيد بالأداء الاقتصادي الموريتاني، ولدينا علاقات ولدينا وجود حتى إقليمي ودولي؟ شوف، على كل حال قد أضحكتني بأن الوضع ليس بائسا، وشر البلية ما يضحك. الوضع لو لم يتم تبني هذه استراتيجية محاربة الفساد لكنا في وضع بائس. الوضع لا، هو لو تم تسيير الأموال التي حصلنا عليها لكان موريتانيا نهضت حاليا في مرحلة إقلاع خلال 10 سنوات. وراهي بالمناسبة هون أوضح وسأعطيك أرقام، أنه اليوم لم تعد دولة تحتاج إلى 100 سنة أو 20 سنة، قد تقلع في 5 سنوات، قد تقلع في 10 سنوات، لأن تطورات تكنولوجية واستخداماتها وآليات يمكن تعمل لك 10,000 الطرق في سنة واحدة، والمطارات والمستشفيات والجامعات. هناك مئات الكيلومترات. أنا أقول لك أن أوضاع موريتانيا بالأرقام، أنا أقول لك بالأرقام أن موريتانيا بائسة، أوضاعها بائسة، بل من أسوأ بلدان العالم اليوم بالأرقام. نسبة النجاح لا تتجاوز 9%. نسبة الخدمات الطبية تتحدث عنها، عدد الأموات الله يرحم الجميع ويعافي المرضى إن شاء الله اللي جينا في الطائرات من المغرب ومن السنغال ومن تونس. مستشفياتنا أوضاعها بائسة، المدرسة أوضاعها بائسة، 75% من الطاقم لا غير قادر على التدريس. نسبة النجاح 9% كما قلت لك، أكثر من 70% من البنى التحتية غير جاهزة للاستخدام. البطالة 91% 31%، بعض الأرقام ترفعها إلى 37%، 89% في آخر تقرير بين الأمم المتحدة المشتركة وجامعة الدول العربية، 89% من الموريتاني فقراء. هل فيه وضع أكثر بؤس من هذا يا سيدي؟ أنا هون فقط أشير إلى قضية الفقر، لأن البعض يتصور أن الفقر فقر مادي فقط.
انه عندما في التقرير الاخير اللي صدر هذا 2018 بدايه هذا العام عفوا 2019 انه عندما جمعوا كل مؤشرات الفقر، الفقر المعرفي، الفقر النقدي، المالي، الاقتصادي، النفسي، ما يسمى الامن، مفهوم الامن الواسع بالنسبه للامم المتحده، الامن الثقافي، الامن الاجتماعي، الامن الصحي، الامن الفكري، وجدوا ان موريتانيا حكما هي افقر دوله في العالم، 89% من الساكنين الموريتاني فقراء، ونصف مليون مهددين بالمجاعة. هل يا سيدي في وضع أكثر بؤس من هذا؟ الطرق الرئيسية مدمرة، نوادي بنواكشوط، نواكشوط روسو، الطرق الأساسية، طريق الأمل، نواكشوط النعمة مدمرة. أي بؤس هذا؟ العدالة مدمرة، التعليم مدمر، الصحة مدمرة، الأمن، نواكشوط حاليا لا تختلف كثيرا عن بانجي عاصمة سنترافري. إذن حاليا نواكشوط من أقل المدن أمنا صارت في العالم، الناس تقتل في الشوارع بالأسلحة البيضاء، وتقتل مخدرات وتتعاطى في الشارع. هل في وضع أكثر بؤس من هذا يا سيدي؟ الأخطر من هذا كله يا سيدي هو ارتهان الثروات الموريتانية الأجيال المستقبلية بعاملين اثنين. المديونية اليوم، المديونية اليوم نسبة 104 بالناتج الداخلي الخام، بالنسبة الاقتصادية ما لست اقتصادي لكن أقرأ فيه، عندما تتجاوز أستاذ صدفي زميلي صديقي صديق، عندما تتجاوز نسبة المديونية في ناتج الداخل الخام 60% تصبح التقارير تعطي مؤشرات حمراء، معناها دخلنا مرحلة الخطر. احنا اليوم تجاوزنا 100. المسألة الثانية الأخطر هي ارتهان ذرواتنا. أعطيك واللي يريد أن يطلع يطلع على موقع شينيا نيوز اللي يتحدث حول المقابلة الأخيرة حول حول حول, حول 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 شركة الصين اللي تنهب الثروة السمكية الموريتانية، وما ارتهن من معادن وثروات معدنيه نحن لا نعرف عنها معلومات، لانها نقلت كان بعد ان يلزم القانون انها تمر بالبرلمان اصبحت تم في الاخير القانون. لم يتم التاكد من المعلومات التي صرح بها. لا لا لا، لحظه نعطيه الارقام، نعطيه الارقام. انت وضع بائس. هل بلد في 6 سنوات حصل على 28.514 مليار دولار، قرابه 30 مليار، وتقابل كم من لقيه تعرف؟ 4000 مليار من لوقية. كم تبني من المدارس، وكم تبني من المستشفيات، وكم تبني من الجامعات، وكم تبني من الطرق التحتية؟ رغم ذلك تم بناء جامعات، تم بناء مدارس، لم يبنى جامعات. هكذا يقول، هذا يقول مناصر، هذا يقول لك هكذا تقول الحكومة. عندنا جامعة في 3 كليات فقط، عندنا جامعة من تأسيسها 81 عندنا فيها 3 كليات. والجامعة لا اسمح لي لا تطلق على جامعة، لا لحظة تفضل. هذه فكرة مهمة، الجامعة لا تطلق إلا على جامعة فيها أقل تقدير 7 مؤسسات أكاديمية. نحن ليست لدينا جامعة حاليا، ما عندنا أشباه مؤسسات. لكن الأخطر من كل هذا، الجامعة الجديدة هي شبه، لا لا لا، هي أشباه مؤسسات، لا هي شبه جامعة ليست جامعة. أنا أستاذ جامعي وزور كثير من الجامعات في العالم، وزميلي أستاذ جامعي. ليس عندنا جامعة في المعنى الجامعة، لا 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 شكلا ولا مضمونا، ليس فيها بحث علمي. طيب لكي نوزع الوقت، يمضي العام ليس فيها مؤتمر علمي واحد، ولم تنشر كتاب ولا مجلة علمية واحدة. لكي نوزع الوقت بالتساوي سيد نايب، محاربة الفساد والبعض أشاد بها، هنا نبحث عن الواقعية والموضوعية في 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 ما نطرحه وما نأمل أن تثروا به هذا النقاش. برأيك هل تم استخدام محاربة الفساد هذه سياسيا أم فعلا هي كانت استراتيجية موجودة لدى النظام، وهل كانت مرحلية؟ شوف، هو اللي نختار نقول لك رؤية، طبعا ما يغيب عن ذهنكم ولا عن ذهن ضيوف الكرام، الرأي ما هو المعلومة، والعكس صحيح، المعلومة ما هي رأي. لين يقدم لك معلومة رقم، والله ملف، جيب لي ملف يفندو، يقال لا تفندو لي برأي عام مجرد به لذلك، ما هو كيف المنهج السليم. انا هايلين نتكلم لك عن الارقام في قضيه محاربة الفساد، ونجيب لك ملفات واضحه، واللي هي ملفات قالت السلطان ما يحق، وجابت هي ارقام وكذا وكذا. لنرجع لقضيه محاربة الفساد، اللي اولا هي كانت شعار لتسويق انقلاب، أسوأ انقلاب في تاريخ موريتانيا بمعايير المؤسسات والدساتير والقوانين. هذا رايي طبعا. طيب طبعا يا غير مدعوم بعد المعلومات الواقع، مدعوم عنه رئيس انه انقلاب، اول انقلاب على رئيس مدني منتخب، ما قد خلقت موريتانيا من درك كان واقعة والله راي سيد محمد الشيخ عبد الله. امال موريتانيا كان اعترفت انه رئيس، انا معارضه كنت، الين طاح وانا معارضه، يا غير نرفع عنه رئيس منتخب ولا طعن في حد، وعنه رئيس مدني
من دري كان خلق انقلاب والله ما خلق عليه، كانوا يسموه حركه تصحيحيه، عقب عرفوا انه انقلاب وقعدوا لو عايزين نعمه قال لهم احنا عدنا انقلاب بعد ما عرفوا انه ما هو شرعي. هاي وقائع. هذا الانقلاب الفج اعلى فتره انتقاليه جمعت عليها موريتانيا كامله بها واخضرها وكبيرها وصغيرها ومعارضها ومواليها، وعدل الدستور من ارقى الدساتير ذيك الساعه وتوافقنا عليها كاملين وطوينا صفحات المشاكل، تخيلنا لنا وطوينا صفحات الانقلابات، رصفوا العبد العزيز مبازب وشاف نقر قصر رئاسي وعدل الانقلاب. لا بد له من شيء برر به، ولا بد له من شيء سوق به، ولا بد له من السم يندار في الدسم مثلا، لا بد له من على الاصح لا بد له من دسم يسقي به السم، فحمل هذا الشعار. وبالمناسبه ما هو اول حد حمله، حملته الاحزاب المعارضه هون والشخصيات اللي ضحات سنوات طيل سنوات، وقد يرجع لمهرجاناتها وكتاباتها فيها اللي قاس المنفى وفيها اللي اعتقل وفيها اللي ضحى. خلينا نرجع للجزئيه بسيطه ومن المعلومات. واحده منهم الجانب النظري في قضيه القوانين، وما هو قاع نظري، ما هو تطبيق مولي، تصريحات بالممتلكات اللي نص عليه الدستور الموريتاني. في اليوم هذا رجاء يعرف ممتلكات الرئيس محمد عبد العزيز، رئيس الفقراء زاهد ثائر. هون حد يعرف هو ممتلكاته كم؟ الى عاد ما عنده ممتلكات وضابط صاحب السلطه فقير بانقلاب لن ينقذ موريتانيا، يصرح انه ممتلكاته. الى عاد اصبح ذري كيف ينقال عنه؟ يقول ان هاي الممتلكات جاتهم منين؟ الناس تتكلم عن الديار الكبار اثر عين بتناوح البورصه هون، وتتكلم عن الصفقات الهائله والمريات والارصده في الخارج وفي الداخل. غير تم الحديث ما له ما يصرح حنيني، تاويل دستوري، تاويل انه لا يفرض عليه التصريح. اللي فارضك حنيني هي تقيه لا بموجبها، ذا اللي فارضوا علي الجي لتاويل ضدنا الصريح شنو هو؟ عندك شيء جاحد؟ والله ما عندك شيء، كان ما عندك شيء جاحد ما ترجع للتاويل. الملاحظه الثانيه، محمد عبد العزيز معطل العمل البرلماني في التحقيق. ما له لهون 2009 12 اغشت 2009 في مقابلة مع محمد كريشان في الجزيره، ما هو قال عنه نسبه الانقلاب على السيدي الشيخ عبد الله انه معطل عمل البرلمان. من درى هاي 10 سنوات كان قد فتحت فيها لجنه برلمانيه تحقيق واحد فيها اي ملف من الفساد. وين هو عمل البرلمان في تحقيق الفساد اللي هو تبجح به؟ خالقه محاربه فساد لابد يعود عنده اثر مولي، معناها فائده نحلب. بويا من درى كانكم متفقدين قيمه العمله غدات انقلاب عبد العزيز اغشت 2008 مقابل الدولار بحدود 255 وقيه. حاله من درى كانكم تعرفوا قيمتها، انا بحدود 370، معناها فقد ثلثها نهائيا العمله الوطنيه. من رأي كان ها رأي والله المديونيه كنت اتكلم عنها يا غير ماني عالك من الكلام اللي يتكلم عنه الدكتور ولحقت مرحله تجاوزت. نسبه الفقر في موريتانيا من درى شنو هي؟ شنو هي وضع الوافه والريف الموريتاني اليوم هذا؟ من درى شوف الفساد الحقيقي العوايز ما جا من زرو، الفساد الحقيقي في الصفقات التراضي اللي قاعد في النواديب وقال عنها تحارب وعنها تؤدي الفساد، وعادت الناس حالا تتباكى على صفقات تراضي باللي عاد يخلق شقاعة طمع صفقات تراضي من عند أكبر صفقة قال الله بما فيها صفقات المطار وبما فيها صفقات الطرق مع كامل الأسف. وهذه معلومات يعني شيء من البطش طبعا. صفقات المطار أثرت قبض سيركوي طبيعي، صفقات الطرق أثرت قبض تعرف ايش خلق لها أنير أنير يرحمها إن شاء الله اللي نهبوه هون الرجال 235 شركة وهمية كانت يفترض عنها تقبض صفقات عدد بهم هي الطرق ايش تعطيهم هي الوسطاء مقربين ولا وايح مجده ودور ينتشروا تعطيهم هي المقربين اخرين سماسره ويعبدوك يعطوهم للهندسه العسكريه تعدلهم ويقبهم عمولاتهم وتو ماشيين وتعطيهم الفضل سبق عدل الطرق. طيب وصلت الفكره. الفساد في المعادن يا ابوي، الفساد في البنوك والفساد في العقارات، نواكشوط الشماليه من مالك ارضه وبناء على من؟ مقربين محمد عبد العزيز ومعطيلهم بدون مقابل. طيب وصلت الفكرة. وصلت الصيد البحري، وصلت الفكرة. هذا هو البلخ والبطش. سعود إليك سيدنا، هني ورخص الصيد. سعود إليك. معلومة أخيرة. معلومة أخيرة. معلومة أخيرة. معلومة أخيرة. صرح وزير النقل قبل أسابيع عنهم زقلوا 1500 مليار في الطرق خلال 10 سنوات. دكتور تكلم عن طريق روسو وعن طريق الأمل ومؤكد أنا الكلام عنهم ملي. يا غيري يا تعرف عنهم لين صرفوا إذا عن فرصة الشركة المعنية بالطرق الراسها. نفقوا معدل 10 مليارات حسب دعوهم هم، نفقوا هذيك معناها وش استفاجه توف وانتكلت. معدل 10 سنوات 10 مليارات كل سنه في قضيه خطط استعجاليه. طيب وصلت الفكره. الشيخ وصلت الفكره. كانت النتيجه ان فلسه الشركه المعنيه بخطط استعجاليه اللي هي سوني ووكس، هذو قطاعين هم نفقوا فيهم شي مليارات ما يوفوا، واللي خلق ان الشركات المعنيه بهم فلسه هي الراسه كاع والاحرى، اللي انت وكل عندنا احنا في بوتيك انا كنت وقف. لين ما يسرقوا معين بوتيك. ام باب اولى قاع راسنا. طيب سيد نائب لين لحقنا اخبار للمعين اللي نرجع لك، سمحوا لي نقيس فاصل. انا معين بوتيك يعني فاصل ونرجع لكم. تعلق بحديث الدكتور لانه مهمه تاسيس فاصل نرجع لكم دكتور. تفضل. جوهرية.
هي البلدان عندما تعيش ظروف غير عادية رأوا من أجل ليس من أجل النبش الماضي، وإن البلدان أي بلد في العالم من أجل ينهض الماضي قاعد ما ينتعيش. اسمح لحظة، هي مسألة جوهرية. عندما يعيش أي بلد ظروف غير عادية، حرب غير، عندما يعيش أي بلد ظروف غير عادية لا بد يك الملفات يتم تسويتها، لكن طريقة تسويتها سؤال مطروح. المجتمع الموريتاني، النخبة الموريتانية، السلطات الموريتانية تتفق على طريقة تسويتها، لكن ما حصل من نهب لا بد الموريتانيين اللي عادوا يدوروا يتقدموا لقدام ويمشوا لقدام ويصلحوا بلدهم يشدوا أخباره ويشوفوا الطريقة اللي يعالجوه بها. لباطة تكملة شكرا تفضل زميلي، يعني اسمحوا لي ذهب إلى فاصل ثم أعود لكم. مشاهدي الكرام، فاصل قصير، تكرموا بالبقاء معنا. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في الجزء الثاني من حلقة سياقات، والتي نناقش فيها حصيلة محاربة الفساد أو الحرب على الفساد. معي لمناقشة هذا الموضوع الدكتور صدفي سخاوي أستاذ جامعي، وكذلك الدكتور ديدو لسالك رئيس المركز المغاربي للدراسات الاستراتيجية، ومحمد لمين سيد مولود نائب برلماني. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. الدكتور صدفي، أين نجح النظام في محاربة الفساد؟ شكرا. بداية أعرج على معلومة تفضل بها أستاذنا ديدي ما يتعلق بنسبة الدين. على الأقل حسب الأرقام الرسمية التي صدرت في تقرير البنك المركزي العام 2018، فإن نسبة الدين إلى الناتج
الداخلي الخام وصلت 79%، طبعا هي نسبة مرتفعة نسبيا لكن أقل على الأقل من الرقم الذي تفضل به. فيما يتعلق بملاحظة ثانية أخرى، أعتقد أن الزملاء ذهبوا إلى تقييم المرحلة بصفة عامة، ليس فقط في بعده المتعلق بمحاربة الفساد ولكن بتقييم المرحلة. نحن نعرف أن الفساد له أكثر من بعد، ويمكن تصنيفه على أساس من حيث القطاع على أساس فساد سياسي، فساد مالي، فساد إداري، فساد ثقافي، فساد إلى غير ذلك من ممكن تصنيفه على تصنيفات أخرى حسب المعيار المستخدم. لكن أعتقد أن الفساد عندما نتحدث عنه بهذا المعنى فاختزاله في جهة واحدة أو تحميله لجهة واحدة سواء كانت سلطة أو نخبة أو أحزاب، أعتقد أن فيه نوع من التجني والاختزال الذي قد يكون مخلا، وبالتالي هي فعلا ما يحدث في البلد يجد نوع من الاحتضان الاجتماعي، يجد مجتمع يقبل بهذه التصرفات وهذه السلوكات، يجد سياسيين يسعون فقط إلى الوصول إلى 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 أماكن يستطيعون من خلالها الحصول على ما ليس من حقهم وما ليس لهم. وبالتالي ما أريد أن أقوله هو أنه فيما يتعلق بالفساد إذا أطلق على عمومه فهو مركب، واختزاله فيما يتعلق فقط بالسلطة أو بالنظام أو حسب التسمية فهو ربما يكون مخلا. وأنا أعتقد أن على الأقل كما قلت من قبل أن إعلانك أو تقديمك لمحاربة الفساد على أساس أنها ولو كانت شعارا ومحاولة على الأقل تعكير الجو للذين تعودوا على استهلاك المال العام في الفترة الماضية، على الأقل يحسب لهذه الفترة ولهذا النظام. نحن نعرف أن وهذا للأسف الشديد أنا مقتنع به، وأن العلاقة بين المواطن والدولة الوطنية كانت دائما المواطن لا يعتقد ولا يتبنى أن هذه السلطة تمثله وهي جزء منه، والمسألة تعود في جزء منها إلى أن الدولة الوطنية بدأت مع الاستعمار وهي دولة في حينها كانت تقوم بظلم المواطن وهي مخالفة له ومغايرة له من حيث الانتماء والهدف، وهي لا تمثله إطلاقا. وأعتقد أن الدولة الوطنية التي قامت فيما بعد سحبت معها ذاك التصور وتلك العلاقة، ولم تستطع السلطات المتعاقبة إلا في أحيان قليلة معالجة هذا الخلل وهذه العلاقة التي لم تكن يوم من الأيام علاقة فرد أو مواطن بوطنه الذي هو حريص عليه. وأعتقد أن المدارس والمؤسسات التعليمية لها دور كبير في غياب التربية المواطنية، كما أن النخبة السياسية لها دورها أيضا، والنخبة السياسية والنخبة المثقفة لها دور فيها، وللنظام أيضا أي نظام كان له دور في المسألة. وبالتالي لست أميل إلى أن أعطي بالأرقام أن أعطي نتيجة هذا موجب وهذا سالب وهذا كان ناجحا وكان فاشلا، لأن التقييم عادة ما يتم على أساس أهداف معينة حسب أنا على الأقل ما تعودنا عليه، هو أن نحدد أهداف لمشروع معين أو لبرنامج معين أو لمسطرة معينة، وعلى أساس تحقق تلك الأهداف نحكم هل هي كانت ناجحة أم غير ناجحة. وبالتالي لا أمتلك أرقاما من خلالها يمكنني أن أحدد أن النظام نجح في محاربة الفساد أو لم ينجح، وما أعرفه فقط أنه هذا الشعار صاحبنا في هذه الفترة، وبغض النظر عن النتائج التي توصل إليها لو ندخل به على الأقل في المأمورية الموالية والتي المأمورية الأولى للرئيس المنتخب وندعوه إلى محاربة الفساد ونصلح معه ما لاحظناه من خلل سواء تعلق بجانب المؤسسي أو بتكوين المفتشين أو بالمؤازرة الإعلامية والمؤازرة السياسية، فقد نحقق ما لم نحققه في هذه الفترة الماضية. طيب، إذن التقييم الموضوع يجب أن ينبني على تقييم من خلال البرامج ومن خلال الأرقام ولا أن يكون بهذا الطرح. الدكتور ديدي، إضافة للفكرة التي أشار إليها الدكتور صدفي، بالإضافة إلى أن هناك حاضنة لهذا الفساد
هل النظام وحده هو من يتحمل الفساد؟ بارك الله فيك، كنت ستتحدث عن هذه الفكرة. أرجع قليلا لتدقيق الأرقام فيما يتعلق بالمديونية المديونية الموريتانية في الوقت الحالي. أن عندنا مشكلة موريتانية في الأرقام، وسأعطي من أجل الدقة لبين الأستاذ سبب هذا التناقض في الأرقام. البنك المركزي يصدر أرقام، وزارة التنمية الاقتصادية، البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في تقرير السنة الماضية قالوا بالحرف الواحد وضع المديونية في موريتانيا حرج جدا، بالعبارة حرج جدا، وطاو رقم 97.5 مديونية من الناتج الداخلي الخام. لكن في تقرير طلعت عليها أخيرا صادر يهتم بتأثير المديونية على 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 على, 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 على النمو بصفة عامة، وعلى التشغيل، وعلى تخفيض الأسعار، وعلى كثير من العوامل علاقته بالضرائب. يقول فيه أن موريتانيا وصلت إلى وضعية حرجة، مديونيتها خطرة، وأنه لم يعد فيه أمل قبل معالجة هذه الوضع المديونية قضية الحديث عن النمو أو معالجة مشكلة الضرائب أو ارتفاع الأسعار. إذن أعطاه الرقم أن المديونية حاليا في موريتانيا واصلة 104 من الناتج الداخلي الخام، وأن السبب التناقض هذه الأرقام من بعض الدول العربية. موريتانيا لا تدمج بعض مديونية بعض الدول العربية مثل ليبيا، ومشكلة مديون الكويت، مديونية الكويتية مطروحة دائما أنها تطرح جانب. إذا السبب أنها ما تظهر في المديونية الخارجية الموريتانية من بعض الدول العربية تجعل ديونها في حالات خاصة، هذا بعض للتوضيح. أما وضع الفساد في كثير من الدول الإفريقية والعربية فهو مركب وبنيوي مؤسسي، معناها مركب أنه فيه فساد اجتماعي وفساد ثقافي وفساد اقتصادي وفساد مالي وفساد سياسي. لكن ماذا استجد في موريتانيا؟ أنه أصبح بنيوي بمعنى، وهذا حاصل مع كثير من الدول الإفريقية الأخرى، بمعنى أن مؤسسة الدولة، مؤسسة السلطة القائمة هي التي تشرعه وتنظر له. لأن هذا رأيك؟ لا، هذا واقع. هذا واقع. هو حصل، ماذا حصل؟ في عهد ولي الطائع اللي حكم موريتانيا 20 سنة، أنه الفساد كان منتشر، معناها أغلبية مسؤولين الدولة والكثير ساهم في الفساد وانتشر توزيع الموجود من الفساد، وأن أصبح كل مسؤول يفسد في قطاعه وينهب الأموال المديونية، مشاريع يقتلها. الحصل في هذا العهد أن الفساد صار مركزا في رأس السلطة والدوائر التي تربط به، وبالتالي ما حصل أنه لم يعد فسادا فقط، الفساد المركب قائم، لكن ما حصل مع السلطة القائمة هو نهب، سميته نهب وليس فساد. لأنك الفساد ماذا نقول فيه؟ جوانب من الرشاوي، سرقات في مشاريع معينة، لكن هذا الفساد العادي اللي يسموه بعض الدول، أنه ضروري بعض الباحثين في إفريقيا اللي نكتوا على وضع الدول الإفريقية، وحتى هوفوت بني رئيس العاجي، قالوا هذا النوع من الفساد مفيد، مثل الويل، مثل الزيت لمحركات السيارة. لكن الفساد الخطير هو الذي ينال الصفقات العمومية الكبرى، مثل الطرق، مثل المطارات، مثل الجامعات، مثل المستشفيات، البنى الأساسية الموجهة الحاكمة لنمو ونهوض الدولة. هذا الفساد ما حصل فيه السنوات الأخيرة نهب، لكنه الأخطر في هذا ليس نهب الفساد في الصفقات العمومية، ومثالها المطار. المطار حصل فيه حاجتين غريبات، واحدة أن نصل إلى مرحلة في القرن 21 في العقد الثاني إلى صفقات الترك المقايضة، وهذا لا يمكن يحصل في دولة فيها قانون مقايضة، جلود والعلك وبيع المعيز بالزرع. طيب، وصلت الفكرة. لا، هذه مهمة جدا. أكملت الوقت الدكتور. لا، كي نكون عادلين على الأقل. اسمح لي نأخذ، لأن محمد لين عندي مع علاقة خاصة لا يخص من وقته، دقيقة من وقته. دقيقة مقابل أمور زركتون ومقابل الصوت. لا، لحظة، ليس هذا. وهذا أفتخر به، أنه ما حصل أن السنين تقرض جهة خصوصية وكأنها بنك، تعطي 15 مليار، معناها فلست أهم شركة في الاقتصاد الوطني. بهذا النوع من النهب تم تفليس شركات وطنية مثل السنين، ولا نشط عندنا لا خطوط جوية ولا شركات نقل ولا مستشفيات. إذن ما حصل عندنا شيء، معناها كل الأموال المرصودة للتمويلات الكبيرة تم نهبها وحولت إلى بنوك خاصة وإلى عقارات خاصة وإلى فنادق خاصة وإلى منشآت استثمارات في الخارج. طيب، ولم يستفيد الشعب الموريتاني شيء، وإنما حصل عليه مسألتين: رهن مستقبله شركات أجنبية، ورهنوا بالمديونية. طيب، وصلت الفكرة. وهي المديونية للأسف العام كثير من الناس ليس عندهم خلفية عن مخاطر المديونية على مستقبل موريتانيا. وصلت. راكم مش حتى عنا جاي أستاذ وتلميذي. على العموم سيد النائب. أنا صديقي. على العموم سيد النائب،
هناك حاضنة اجتماعية حسب ما تفضل الدكتور، هناك حاضنة اجتماعية للفساد، بالإضافة إلى ذلك هناك بعض من مناصري النظام وحتى النظام نفسه يقول بوجود معارضة فاسدة، والمعارضة أيضا تتهم النظام بالفساد. برأيك الحديث عن الفساد في موريتانيا ألا ينبغي أن يكون الجميع يتحمل فيه المسؤولية بالتساوي؟ والله شوف أستاذ والدكاترة الاثنين طرقوا موضوع اجتماعي بحقة بدقة، هو مشكل اجتماعي. لأن نقول مشكل اجتماعي معناها الناس كانوا مشتركة فيه، يا غير الناس ما يمتقدر المسؤولية. رئيس دولة عنده أجهزة الرقابة والتفتيش والحباس والصنادرة وجايب انقلاب وعينه ما يكفاه، ما يقدر يقارن مع كاتب رأي والله مع أستاذ محاضر في الجامعة في المسؤولية. عندنا مجتمع مريض بهذه القضية، عندنا قبائل تحمي المفسدين وتبهنس دونهم في الوقت اللي لا اعتقلوا أصحاب الرأي ولا اعتقلوا المناضلين والناس المضاحية، ما أشد أخبارهم نهائيا. وعندنا مجموعات ودوائر قبلية مؤيدة لأنظمة الفاسدة حيثما كانت، وعندنا مع كامل الأسف حتى معارضة رموز فساد كبار ساموا المعارضين سوء العذاب بالسجون وبقرينات وبالملاحقات وتزوير الانتخابات، ومع ذلك فعريش الأغراب في المعارضة واستقبلوا في المعارضة. وعدنا هون وإحنا طلاب، وهذا دائما نقول للشباب معايا لين يطلع واحد من المنصة، هؤلاء الرجال كانوا يبطون أيام سجون رموز فساد النظام والطائع. إذا الجميع يتحمل المسؤولية في الفساد طبعا، يا غير بودار ما يقدر يقادم على التركة في المسؤولية نهائيا. وهون نختار نتكلم عن قضية الماضي التي تكلمنا عنه. احنا ما نقدر نعود كل مرحله نقولوا هذا عاد ماضي ولا يلا نتكلم عن الماضي ونخلونا نتكلم عن المستقبل والحاضر. احنا بس من حال نتكلم عن المستقبل وعن الحاضر لما نبنوا على الماضي. اين يتجسد الفساد بالتحديد؟ خاصة اذا عاد اثره. اين يتجسد الفساد بالتحديد؟ يتجسد الفساد تبارك الله اولا بعد قاع في عدم توخي، في عدم الاراده الصادقه لدى المسؤول الاول الرئيس والناس اللي مؤثره في اختيار الناس اللي مسؤوله من اصحاب الكفاءات والامانات، ولا هم شويه في موريتانيا ما هم قليلين اختيار فاسد. المسألة الثانية عن الفاسدين اللي قلت لك قبل اللي فسدوا واعترف عنهم فسدوا، إعادة تدويرهم وتعيينهم ما تواصل. المسألة الثالثة اقفيل ملفات الفساد خطيرة. المسألة الرابعة قضية الصفقات اللي رجعنا شورشي أسوأ من صفقات التراضي، فهم قطاعات اللي يخلق فيها لا يصدقه ثاني، هذا اللي ينقال له شركات المعادن وخاصة الجانب اللوجستيك فيها والناس اللي توردوا والطريقة اللي يورد بها، وهذا اللي ينقال له قطاع البنوك، وهذا ينقال له العقارات، وهذا اللي ينقال له الصيد والبواخر، وهذا اللي ينقال له طرق ثم الطرق ثم الطرق. هذا خلق في شمال البطش بالمليارات وثرات من الرجاله اللي ما عندها مؤسسه تدفع الضرائب ولا هي معروفه، ولكن عندها خمس سوقيات تحولت بين عشيه وضحاها من وحدين عاطني عن العمل الى مليارديرات في سرعه. نختار نقول عن التاسيس ما يقدر يصلح مع الاسس السليمه، ومدى تختار تاسس ارشاش بلغه هوك معناها فونداسيون، لين يعود عندك شيء حديد وما هو زين والله بريك ما هو زين، لا بد أن تحوزوا عنك كانك تدير أسس جديدة. معناها بناء على أشخاص مفسدين متهمين بمحل فساد وتوليتهم دوائر وقفل ملفات أخرى الفساد، هذا ما يقدر صح معاه بناء جديد. نختار نقول عن احنا عندنا آليات للرقابة والتفتيش وعنها مختلة حتى في جانب التشريع، محكمة الحسابات ومفتشي عمل الدولة، إلين تعود أجهزة الرقابة والتفتيش تابعة للجهاز التنفيذي هو الذي يأمرها وينهاها يصفي بها الحسابات مع ذلك، ولا عنده استقلالية تامة بس من حالة يؤدي دورها. ولين يعطيك معلومة رمزية، محكمة الحسابات حجبت هون عنها جهات أجنبية مساعدات بقيمة 500 مليون على مدة أنهم ما ينشروا تقاريرهم على موقع إلكتروني. ألا نشر تقرير على موقع إلكتروني ما خلق، وتقاريرهم ما ينشروا مع كامل الأسف، ولا يعدوا تفتيشات وراها يالك فيها قريب من 32 قاضي ولا 34 قاضي اللي اشتغل منهم، لا لا عاد 12 والله ذاك، وهي تابعة للجهاز التنفيذي. محكمة مفتشية الدولة جهاز يبطش فيه به الوزير الأول وعدلوا فيها الوزراء الأولين السابقين نوع من تصفية حسابات، أرى إذا ملفات الحالة في جزء من تصفية حسابات المحول فيها وراني قاعد منين برا أرقاش، يا غير نختار نقول عن العدالة حيثما هي عند منين تعود مزدوجة يحقق فيها إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا يا سرق فيهم القوي وتركوه وين سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وعيا قاعد يعود ما ذاك الآخر مريض يقام عليه الحد، يعود قوي يا غير لا يا سرق فيهم واحد رافعي أقام خلاه ولا رافعي واحد ما هم رافعين عليه أقاموا عليه الحد. أي عدالة ازدواجية أو عرشة هي ظلم يا غير سيدنا انتم طالب نظام يواجه وجود القبيله، اسمح لي وجود القبيله وجود القبيله وعملها السياسي وثقه لها وفرض على الانظمه، حتى انظمه سابقه في موريتانيا كانت فرض عليها تقدم مستوى من التنازل عندك يواجه منين هي المبادرات القبليه تنذاع في التلفزات الرسميه وتمشي هذه القبائل عند قدام راس السلطه
وقدام مرشحي السلطه وقدام الوزراء. اي انت النظام حارب القبليه؟ قبليه عاده تحارب نظام مختار ضد رحمه الله عليه الاقتصادي عدل القرارات من المسؤولين السنه ما يتم يحضر اجتماعات القبائل. اقول لك ما هبس من 98 70 مساعد خلق انقلاب عام خلقتي انا هذا ما قطع بدل خلق ما هو تدعيم قبليه الى يومنا هذا. وهي مسؤوليه انظمه متعدده. يقال هذا النظام الحالي لو 10 سنوات حاكم مرتان والكلام حالا عن هذا يقظ ضمير. احنا راجل نقيموا 10 سنوات في قضيه الفساد كان نجح ولا ما نجح، ولا نقيموا رئيسا زليامس والله واحد ما استلم السلطه. نقيم في مرحله واحد حمل شعار مدته 10 سنوات وشنو هي نتيجته؟ ما يقدرين قالنا عنه طيب. حرب الفساد طيب. حالا سأعود اليك خلينا نكمل لك نقطه سعودي. فقط نقطة لا تنسى انك دقيقه اعطيتها والله نقطه فضل. بسيطه نقطه بسيطه في قضيه اجهزه الرقابه والتفتيش. عندنا اياك نعود باطا على الاقل نسمو المستقبل والحاضر. اجهزه الرقابه والتفتيش يا الله تحرر من تبعيه الجهاز التنفيذي. هذه مفتشيه تدعى الوزارات ما قد قعدت على دورها في دي الوزير واللي يامره ينهي ويحكمها عندك ومشي هذاك. نفس الشيء مفتشيه الدوله ونفس الشيء محكمه الحسابات محكمه الحسابات. طيب سعود نختار نقول عن نفس البرلمان يضع تقوم بدور تحقيق. البرلمان معطل. لماذا معطل؟ مشكل مركب بين السلطه والمجتمع به اللي افرازات صناديق الاقتراع تعكس نسبه الوعي وهيمنه القبائل وتدخل الدوله بالعمليه الانتخابيه وانحسار الوعي وعجز اداء المعارضه بما فيهم انا راسي عجزنا عن توصل لعمق المجتمع. وبالتالي عاد البرلمان بدل من يعود مؤسسه نخبويه فوق المجتمع وفوق المؤسسات قد تحاسبها وتحاسب ذاك عاد مقطع عرضي مع كامل الاسئله طيب من طيب المجتمع. طيب الدكتور صدفي الى اي حد تتحمل القبيله جزء من ما يشري من ما يسميه البعض بالفساد الذي يحصل في هذه البلاد النهب يقول الدكتور ديدي. شكرا لا 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 واهر لي انا على ان القبيله لا تتحمل ما هي جزء منه به اللي هي حاضنة اجتماعية. وللأسف الشديد كما تفضل الإخوة هو وكيف قلت أنا من قبل على النظر اللي ينقال له البعد الاجتماعي أنه لا جزء من لا هو مولي عنصر يقدر يعاون ويقدر مولي يحد من الفساد. وبالتالي ما ظهر على القبيلة يكون لا مساهمة بشكل كبير فيها به اللي هي اللي تحتضن الناس اللي مفسدين والله متهمين على الأقل بدرجة المتعلق بسرقة المال العام وقطعا انها تحميهم وتدعمهم. مازال لي 3 دقائق مستلهين. شكرا يا غير ظاهر الاعلان بعد سابقته شو عن قضيه الفتره الماضيه اللي ما يتعلق بمحاربه الفساد. ظاهر الاعلان بعدهم عنصر ايجابي مولي اخر جاء فيما يتعلق بتحصيل على الاقل تحصيل الواردات الضريبيه للدوله انقطعت فيها مرحله كبيره ما كانت ما مقارنه مع الفترات الماضيه. وظاهر الاعلان المولين يعودوا هامنا ان نزوا الشيء الموريتاني ظاهر لنا يلا تنأسوا حالا الطريقة كيف نبنوا بها منظومة المحاربة الفساد وهل إنها لا بد لها من أبعادها المؤسسية القانونية ولا بد لها من الحملات الإعلامية ولا بد لها من إطار سياسي يحميها ولا بد لها من مادة مستعدة لأنها كلها يقبل رأي الآخر به اللي وظاهر لي أنا وإذا رأيي يختلف معهم الآخرين إن التأسيس لا بد من وعود في إطار تقبل وتعامل مع المعطيات السياسية الموجودة ومحاولة بناء ما هو ممكن. طيب وصلت الفكرة. الدكتور البعض يتساءل في دقيقة البعض يتساءل يقول الميزانية الموريتانية وصلت إلى 571 مليار بدل أن كانت 189 إلى غير لست متأكدا من الرقم يقول حسب ما نقلت عنه السؤال بناء المطارات المستشفيات والمدارس والمؤسسات العمومية بناء الجيش بعد أن كان قمامة محروسة يقول البعض في وصفه أليست كلها إثباتات في نجاعة سياسة محاربة الفساد في دقيقة دكتور؟ شوف هي الامور تخرص بنتائج سياسات ما مديور بها يدخل بها احد الاخر تخرص بنتائج نتائج هو هذا الشوارع لا 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 نتائج هو اهم شيء البشر نتيجة. لا هو اهم شيء البشر يعني يعود البشر ساكنه من 4 ملايين تعاني 9 اللي كان فقير تحول الى معدم والكان طبقه وسطى تحول الى فقراء 89 من الفقراء 31% من العاطلين عن العمل ابنائنا يتشردوا في افريقيا يقتلهم المرض. لكن خليني اتوقف عندي النقاط الاساسيه للمستقبل في دقيقه دكتور. اعتقد انه قتل محكمه الحسابات كان من ضمن الفساد وتعيين غير المؤهلين وطرد الكفاءات. وبالمناسبه موريتانيا احصائيا اكثر بلدان افريقيا طردا للكفاءات. تسيير المؤسسات بالاوامر بعيدا عن القوانين هي هذه ابشع مظاهر الفساد وتكريسها. انا من اجل اذا كان الوقت منتهي لين اختم مسألة نقول بأن محاربة الفساد أن الآن محاربة الفساد الموريتاني لا بد تكون عن طريق حوار وطني يشارك فيه الجميع ونختار الأساليب المجتمعية والثقافية والسياسية والدينية لين نحارب عليها الفساد. وأقول أن الخطوة الأولى محاربة الفساد هو بناء مؤسسات تحارب الفساد
فرسانة قانونية تحارب الفساد، وأهم شيء تعيين الكفاءات بعيدا عن الزبونية والمحسوبية على أساس برامج. وصلت الفكرة. تسيير تسييل الموارد البشرية على أساس كفاءات. وصلت الفكرة. وصلت الفكرة. عذر السيد الكريم على المقاطعة. السيد النائب، من يتحمل المسؤولية في دقيقة، من يتحمل المسؤولية الأكثر، وأنت كسياسي معارض، الساسة أم العسكري أم العسكريون؟ المسؤولية يتحملها الجميع، يتحملوها العسكريين اللي عندهم القوة القاهرة اللي يقبوا بالسلطة ما جمعوا مع رجاج ولا سولوه، هذا أولا. ويتحملها النخبة اللي تبرر لهم ذاك اللي عدلوا ولا توقف ضدهم، وتحملها النخبة المقصرة الأخرى اللي يوقف ضدهم يا غير برواية عدمان شدوية يا غير. خليني نختم لك ختم وجهز بقضية الفساد عموما. احنا اول عين نسقطوا على صوان عند الروايه نقولوا هذا شور خابطوا فلان يا غير طوروا فلان. هذا اللي قال له الفساد، تكريس الفساد، خابطوا نظامه للطائع والحزب الجمهوري يا غير طوروا نظامه لعبد العزيز وطوروا ما شاء الله تطوير متين. الضرائب صحيح خلقت زادت مداخلها يا غير، خلق فيها نوع من البطش بقضيه جزافيه الضرائب في تصفيه الناس ما مرضي عنها. ظالم لك يا قضيه العداله العرجاء. ونعطيك روايه بسيطه نختم بها وملاحظه. نهارنا ناقشنا في البرلمان 136 مليار اختفت من الميزانية المرتنية، اختفت من الميزانية المرتنية في شيء سابق هذا النظام يا غير، ما أجبرنا حد يسمى من هو محاسب عنها. ونختار نقول عنها كامل محاربة الفساد وجميع الضرائب كامل إلى ما ينعكس على حياة الناس. شن هي فايته؟ شن هو سوق كيل اللحم وبطة جولاريا وزقيبة مارو 2008؟ وشن هي حالا؟ هذا هو اللي يهم المواطن. طيب نائب محمد الأمين سيدي مولود، شكرا جزيلا لك، وكذلك الدكتور ديدي ولسالك رئيس المركز المغاربي للدراسات الاستراتيجية، شكرا جزيلا لك، وكذلك الدكتور صدفي السخاوي أستاذ جامعي، شكرا جزيلا لك أيضا. مشاهدينا الكرام، إلى هنا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج السياقات، إلى ألتقيكم في حلقة أخرى، تقبلوا أطيب البنى، السلام عليكم.